طيب يا جماعه اهلا بكم تاني معاكم مستر بيتو، اهلا بكم في القناه واهلا بكم في فيديو جديد في لعبه رافت. بعد غياب طويل يا جماعه عن اللعبه دي رجعنا لها تاني مع بعض، وهنكون بنكمل في السلسله دي لحد ما نكون بنخلصها للاخر ان شاء الله، لان رافت الصراحه من الالعاب المميزه جدا بالنسبه لي والالعاب اللي انا بحب العبها وبحب بحب اكون متميز فيها عن باقي الالعاب السرفايفل، لان لعبه ممتعه من غير جرايند كتير، فده بيخليني ببقى عاوز العبها على طول. فطبعا يا جماعه اهلا بيكم في الناس الجديده للقناه، لو انتم مش عارفين انا كنت بلعب لعبه رافت قبل كده لفترات كبيره، يعني حوالي مثلا 7-8 حلقات، مش كبيره قوي، بس هتلاقوا لينك السلسله كامله وصف في الوصف تحت، يعني ممكن تروحوا تشوفوا السلسله دي بعد كده تيجوا تكملوا الفيديو ده لو انت مش عارف ان انا كنت بعمل سلسله زي دي. فانا انصحك يعني الناس اللي هي عاوزه تركز في السلسلات انها تسمع من الاول والموضوع هيبقى سهل جدا معاها. اوه ممكن نقفل ده خالص. اوه يب اوكي يا جماعه. طيب في حلقه النهارده او في معصح في الحلقه اللي فاتت شفنا احنا الراديو تاور ده، وبعديها هنكون يعني احنا خدنا نوت لما تفتح كده التي، فطبعا دي الحاجات اللي انا كتبتها بالنسبه للنوت، وهنا عاطيني كود بيقول لي هاشتاج 7250. اوكي فاظن الهاشتاج ده او الكود ده ممكن بنحطه هنا كده ونروح لمكان تاني، لان هو بيقول لي هنا بص بيبل، يعني هو هل هنا في ناس؟ اوكي اللي هو ده اللي احنا هنروح له بعد كده. يبقى الطريق التاني بتاعنا نفتح باتري امتي، وات ريلي ارمي لي ده، تعالى نعمل بطاريه تانيه. اظن البطاريه بتحتاج مني حبه كبر. اوكي معيش كبر ريلي وريه كده، وايه المشكله نعمل شويه كبر. اوكي ونعمل بطاريه واكون بدخل الكود واكون برجع لكم على طول. اوكي جماعه النحاس اللي كنت عاوزه، فتعالوا مع بعض نعمل بطاريه جديده اهو. حط البطاريه دي هنا، افتح لي الجهاز ده، واحنا قلنا كام؟ 72 25. اوكي ادي 7 2 50، 72 50 قصدي 5 0. اوكي زي ما انتم شايفين المكان اللي هنكون بنروح له هناك مسافة 1000 كيلو، مسافة 1000 كيلو في الايه في الاتجاه ده، فموضوع مش هيبقى سهل، بس هو حاجة تاني بنكون بنحاول نوصل لها مع مع مرور الزمن. فطبعا بما ان انا عرفت الاتجاه اللي هنكون بنروح فين، يعني الاتجاه هنا كده، فممكن اوكي يعني تلوح دي كده شوية، وطبعا عشان البطارية تخلص مننا هنقفل ده كده عشان نحافظ على البطارية بتاعتنا. اوكي اطبخ لي الباقي، اطبخ لي الباقي عشان احنا بنحتاج فود كتير. لكن في حاجة تانية كنت عاوز اعملها معاكم النهاردة، كنت عاوزين نعمل الكوكينج بوت. لو انتوا فاكرين ده فتحناه الحلقة اللي فاتت، كوكينج بوت ده محتاج بلانكس بولت، محتاج فاين جو، معايا الفاين جو، محتاج حبة بلانكس تاني، معايا بلانكس، اعتقد ان كنت شايل بلانكس في حتة هنا او هنا، او ممكن لو مش شايلهم نجيبهم مثلا، او دي هتتاخد كده كده. اوكي وريني البرميل، تعالى يا فتحي انا هقول له هو اسم القرش بتاعنا كان فرغلي. اوكي دلوقتي محتاجين حبه بلاستيك، مفيش بلاستيكيه هنا ولا هنا، اصل مش عاوز اجيب من الصندوق، مكسل مكسل اجيب من الصندوق. اوكي دلوقتي تعالى نعمل الكوكينج بوت ده، بيسمح لنا ان احنا نطبخ. واو ده ما توقعتش ان هو يكون كبير قوي كده، هو مش كبير قوي بس نعرف نحط مثلا هنا كده. اوكي ها دلوقتي ده نعمل بيه يعني مش فاهم برضو. ممكن اظن نحط الريسبيز، الريسبي اللي احنا كنا واخدينها، فين الريسبيز؟ اوكي وريني الفيجيتابل سوب. اوكي ماشي لا حط ده هنا وري كده، دي الفروت كومبوت. اوكي حطها لي دي هنا كده. اوكي
ايه تاني، ايه تاني ممكن نعمله؟ اولا هات لي دي كده. ثانك يو، ثانك يو فيري ماتش. واحنا ماشيين دي بنجمع موارد ودينا بنشوف هنعمل ايه. بس حاليا هو كان مطلوب مني اعمل شويه اطباق، فمحتاجين كلي. انا معايا كلي، يب معايا كلي. كرافت، ادي 4 اطباق. اوكي، وبعدين ده نعمل بيه ايه برضو بعد كده يعني؟ او ثانية واحدة، او بليز بلانك. اها 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 طيب هنا بيقول لي الفيجيتابل سوب، هو بيقول لي 4 من ده و4 من ده، صح؟ اصل مش حاططهم لي تحت بعض، حاططهم لي جنب بعض، فاظن هو بيقول لي ايه، يا تختار 4 من ده يا 4 من ده. واحنا بما ان احنا معانا بوتيتو بكميات كبيره، هات البوتيتو ده وهات لي الشارك ده، هات لي الشارك ده. تعالى ده انا عاوز اعمل لك شوربه، اعمل لك شوربه على على ادب انت بتعملها دي. اوكي، او ثانيه واحده، او اوكي اوكي كده اهو، ستارت كوكينج. اوه واو، وقت بنحط الانجريدينتس هنا بقى بنطبخها. ده محتاج ايه؟ اه ده محتاج حاجات احنا لسه ما خدناهاش قبل كده. او واو واو، دي انا اول مره اجرب، اول مره اجربها الحوار ده. فيجيتابل سوب، انا كنت افكر احنا هنعتمد ناكل ده على طول. واضح كده ان احنا مش هناكل لحم قرش على طول، هنعرف ناكل حاجه عدله اخيرا. هاد ده كله، او ماي جاد، المكان بتاعي اتملى. عاوز اعمل صندوق احطه هنا جنبي هنا عشان احط فيه الانجريدينتس. تعال نعمل، نحاول نشوف لو نقدر نعمل صندوق. ده كده محتاج لايه؟ روب. اوكي شور، واي نوت، حط لي بس دي كده. اوكي وريني روب، محتاج هنج. اوكي لازم نرمي حاجه، او نرمي ليه؟ ممكن نحط ده هنا كده، الجوده بين احنا مش عاوزينه. هدا كده ستورج، نايس. هات لي الستورج دي، بصوا انا عاوز احطها هنا. ايه؟ اوه ويت ا مينيت، حطيتها بالمقلوب، وانا ما بحبش الموضوع ده كده. نايس. ممكن نحط هنا خشب تاني. اها اوكي، فهنا بقى عاوزين ننقل كل الاكل بتاعنا، يعني شايفين كل الاكل ده. هات القد ده كله. اوكي ووتر ميلون، ماشي مفيش مشكله. ننقل كل الاكل بتاعنا ايه هنا كده، وطبعا نحط خشب هنا لو هنحتاجه، والاطباق، وده كده. اوكي ممكن بيك اب فيجيتابل سوب. او واو، او واو، بيديني ريجنريشن صح؟ او ماي جاد، على فكره مش وحشه، لذيذه لذيذه وسهله في العميل. اوكي وريني كل السمك ده، ماشي. وحطوا لي ايه؟ حطوا لي كل السمك ده هنا. السمك ده يعتبر برضو ايه؟ يعتبر اكل، بس احنا ما فتحناش الوصفه بتاع السمك، دي الفكره. ومشكله برضو ان الطبق بيروح، ف على قد ما الكوكينج بوت هي حلوه، على قد ما الايه، ما الموضوع بياخد مننا ايه وقت عقبال ما نلاقي الكلي وكده. بس برضه موضوع مش مستحيل بالنسبه للطبخ. وطبعا في حاجات كتير ممكن نعملها تاني في الوصفات، فده بيفتح لنا افاق كتيره تاني ممكن ايه، ممكن نشتغل فيها. فطبعا بما ان احنا لسه بعيد جدا عن المكان بتاعنا وعملنا الكوكينج بوت، ما اعتقدش ان في حاجه تاني ممكن نعملها او انا ناسي ان احنا نعملها. احنا ممكن نبتدي نرجع نزرع ده لو هنحب يعني نزرع. ممكن طبعا نبتدي نعمل الحاجات لو هنربي عليها حيوانات، حاجات كتيره محتاجين ايه، محتاجين نشوف نعملها بيرد نست. اوكي جاينت كلام. اوكي وريني كده بيرد نست، وده بيقول لي ايه، خليه بعيد عشان عشان هم بيخافوا. اوكي حطه لي هنا، اظن ده ممكن ناخد منه البيض، ناخد منه بيض الطيور. اوكي
ممكن على فكره محتاج 8 فيزرز. او ده في وصفه هنا فيش ستو. يب توقعت ان في وصفه هنا. محتاج بيض ومحتاج لبن. يب محتاج بيض ومحتاج لبن، فعشان كده قلت لكم محتاجين نجيب البيض من هنا. طبعا انا هكون بنام دلوقتي. هو كده احنا بنقرب، بس انا شايف في حاجه برضو هنا. شايفينها دي؟ اوكي في حاجه تاني، وده علامه مركب. دي علامه مركب ولا دي علامه ايه دي؟ عامة احنا فاضلنا 900 متر. اوه ماي جاد لسه بدري. اوكي دلوقتي اعتقد ان احنا ممكن نعمل الهامك. اوكي ادي الهامك. الهامك اظن انها لذيذه. يب لذيذه جدا برضو للنوم، بس للنوم باناقه. عاوزين يبقى وشنا اوه ماي جاد. بصوا عند النخله كده، ممكن نحط نخله تاني. ايزي ادينا بننوع من الحاجات اللي نقدر نعملها على الرفت بتاعنا عشان ما نزهقش. هو حلو جدا ان احنا حاطين ده هنا. انا بعرف اصيد منهم طيور. مش عارف ده المفروض ان هم يقعدوا هنا ويبيضوا هنا، ده المفروض يعني اللي يحصل عشان اخد منهم البيض. احنا بنقرب، فاضل 350 متر واعتقد اني شايفها. بصوا يب شفتها هي هنا اهي. اوكي هكون برجع لكم على طول اول ما نوصل لها. ايه قدامها عدل. اوه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ دي سفينة، دي عاملة زي ما تكون كروز شيب. عارفين الكروز شيب اللي هي فيها رحلات وكده؟ ما ينفعش اكسر الشجرة دي؟ اوكي فكرت ان ينفع. اوكي في طريقة نطلع السفينة دي؟ السفينة دي باين لها انها مزنوقة هنا ولا حاجة. اوه واو كل كده ده الموضوع هيبقى ايه؟ هيبقى طويل. المفروض بقى من السفينه نلاقي كود تاني نروح بيه مكان ايه؟ المكان اللي بعد كده. مثلا انا معايا السبير بتاعتي. اوكي بنطلع من هنا. اوكي. واو. سمبل فيش ستو، سمبل فيش ستو. اوكي ده صندوق خدنا منه شويه حاجات مش وحشين. صندوق تاني فيه اي صناديق تاني؟ في لي اف بي اس دروب هنا. واي او في مطعم هنا. ذا دور از لوكت فروم انسايد، الباب مقفول من جوه. غالبا ما ينفعش اكسر الازاز. ها باب مقفول من جوه. تعال نكمل استكشاف السفينه دي. بوليت طلقة نوت. اوكي لقينا حاجة مكتوبة، ولقينا طلقة عير ناري. ايه ده؟ ميكانيكال بارت. واو ميكانيكال بارت ده بتاع المحرك ولا ايه؟ الباب برضه بتاع، كنت عاوز اخش المطبخ برضه بيقول الباب مقفول. ها طيب اوكي ايوه ده حمام السباحه. في ميكانيكال بارت تاني اهو. اوكي عاوز بقى نعرف ازاي نفتح الباب ده. ازاي يا ترى نفتح الايه الباب ده؟ في كام حل في دماغي. ممكن نعمل اكسبلوسيف، ممكن نعمل متفجرات لو احنا حابين، بس ما اعتقدش ان احنا عندنا متفجرات لسه. ما اعتقدش ان احنا لسه فتحناها، فهل هضطر اني افتحها قبل ما اعمل اي حاجه؟ برضو انا خايف برضو على الرفت بتاعي القرش يكون بايه بياكله. اوكي مفيش حته تطلع منها. واو اوكي
طب ده انا عاوز اعدي السور ده، اعديه ازاي؟ باب مفتوح هنا، باب مفتوح من هنا، ازاي بقى اطلع لفوق؟ ها انا شفت المدخل بتاعه من هنا ده، بس ازاي انا اوصل لهنا؟ اي سي. اوكي الدنيا ضلمة هنا انا عارف، بس هنطلع في السفينة من فوق الاول. ايه ده؟ ستيرز. ده ايه ده؟ فور 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 فور. موت. ايه ده؟ في فرن هنا. واو ده دمجني قوي ده. كل واشرب مية واعمل هيل. ممكن نخرج بره من هنا. اوكي كي كارد. ده اللي نفتح بيه الباب اللي تحت ممكن. اوكي ده نخرج برضو من هنا، وده هيطلعنا من هنا. ريسيوم وان كار جاك، ريكوايرز وان كار جاك. ايه كار جاك ده؟ ده اظن حاجة زي حاجة حديد كده بنزيح بيها دي لبرا. في حاجة من هنا تاني؟ هو يمكن مفيش، في سلم تاني طلعنا لفوق، بس خليك مستعد اللي هيكون في فور تاني ولا حاجة. اوكي requires green key، ده عاوز المفتاح الجرين. اوكي وده خدنا وصفة تاني وعندها معانا، بس ده بيقول لي انه محتاج المفتاح الاخضر. لو نطلع فوق شوية بومب. اوكي واو ده اللي احنا لقيناه هنا المفروض. اوكي تعال ننزل تحت كده. اوكي ده نطلع من هنا كده. ياب ده هو. اوكي مفيش حاجة هنا على السطح ولا حاجة. هو احنا ممكن ننط فوق من هنا. ثانية واحدة انا ليه حاسس ان احنا ممكن ننط؟ ما اعتقدش. فتعال ننزل تحت كده. طبعا نفتح بما انه معايا الكي كارد المفروض يعني، فهنجرب نفتح ده بقى برضو. اشوف باب هنا، اوكي الموضوع مش مطلعش سهل زي ما توقعت. الموضوع فعلا مطلعش سهل، محتاجين شوية حاجات نلاقيهم. محتاجين الجرين كارد، محتاجين البومب. اصل انا مش عارف اعمل بومب ازاي. اوكي ادخل هنا كده تاني. لو انا ما نزلتش تحت. اوكي ده مخيف. الوضع هنا مخيف. الوضع هنا مخيف قوي. اوكي انا بس عاوز ارجع على ايه، على السفينه بتاعتي كده على السريع، هجيب حاجه وايه وارجع لك على طول. اوكي اعتقد ان في حاجه ممكن نكون بنعملها عشان ايه، عشان نعرف نبص جوه الهيد لايت ده. ليرن. اوكي الهيد لايت محتاج مني ايه؟ ياب الهيد لايت ده محتاج مني باتري، محتاج بطاريه واحده. اوكي تايم بطاريه كرافت.
يب كده بيشتغل منين بقى؟ او ده هو كده شغال يعتبر. طبعا لي ديوربيليتي. لا لا ايوه اوكي. انا هرجع تاني للسفينه عشان اشوف بقى ايه اذا كنا ممكن نلاقي حاجه في المكان العتمه ده، لان فاكرين المكان اللي كنا شايفينه ما كانش فيه اساسا نور جوه، حتى ما اعرفش النور ليه مش واصل جوه، بس النور مش واصل جوه فعلا، فمش عارف اشوف حاجه. فعملت الهيد لايت ده بحيث حتى ان احنا بنقف نبص تحت الميه ونقدر نبص في الاماكن المغلقه دي. اوكي اوه ده في مدخل من هنا. اوه واو اوكي وكويس برضو ان احنا عملنا هيل، يبقى في مدخل من بدايه السفينه، من اول السفينه يعني. اوكي بس عايز اتاكد ان مفيش ايه، مفيش اي حاجه حوالينا ممكن تعكر مزاجنا. او نوت ثانك يو. سكراب ميتال سكراب ميتال. اوكي كل ده معدن. او كروبار ريكوردر. كروبار وريكوردر ده كل حاجة احنا لقيناها هنا يعني. هل في حاجة تاني استخبية هنا ولا هنا؟ او ايه ده؟ يوز هو ده عمل ايه؟ نور النور. اها واو كده مش عارف استخدمها تاني. افتح باب ده. في واحد هنا تاني. اي موت. اوف توقعت ان نلاقي حيوانات تاني من هنا. ده كان في بتاع اكل هنا، كوكت بوتيتو. او دونت مايند اف اي دو. وريني كله عشان نعمل هيل برضو. ايه ده كل البلاستيك ده؟ واو 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 واو. الموضوع هنا ايه هيتطور قوي يعني. محتاجين نفصص المكان ده. اوكي اهم حاجه بس الهيد لايت ما يخلصش، عشان ما جبتش نحاس اعمل غيره. ايه ده؟ ده اللي انا كان معايا اساسا. في ايه هنا؟ في حاجات هنا ممكن نفتحها. والحاجة اللي بستعملها بيشيلها من عندي. نوت. اوكي ريكوايرز 1 بولت كاتر. محتاج قطاعة. اوكي اعتقد ان احنا شفنا كل حاجة هنا. ما اعتقدش ان في حاجة هنا تاني، فلما نلاقي قطاعة نبقى ننزل بيها هنا. بلو كي. اوكي يبقى ده محتاج مني بلو كي. اوكي ده الحمام. ليه حاسس اني هلاقي حاجات غريبة هنا؟ اوكي واضح كده مفيش حاجة في الحمام دلوقتي. تعالوا نكمل طريقنا. اوكي ده في ايه هنا؟ اول حاجة أأمن نفسي، ده المطبخ اولا. أأمن نفسي بس ان مفيش ايه اي كائنات غريبة ممكن تهاجم عليا. واكل بلاستيك ده، انا معايا كمية بلاستيك كتير قوي. هاد ده كده. معادن وبلاستيك. السفينة دي مليانة معادن وبلاستيك. ايه ده؟ جاز تانك. ده تانك مليان غاز. اوكي اظن ده ممكن نستخدمه في حاجة. اوكي مش عاوز انا اكون ايه بغفل عن
اعلن الورق ده يا جماعه، لان الورق ده هو اللي هيودينا للمكان الجديد. اوكي نكمل. اهو احنا كنا جينا من هنا صح؟ يب. مشينا كده رحنا للمطبخ هنا. بعد كده ريد كي، محتاج ريد كي. ها يبقى اعتقد ان احنا نضطر نلف ونرجع ايه، ونرجع للسفينه من بره ونحاول نطلع من فوق. اوكي وانا ببص وقت الحلقه دلوقتي لقيت الحلقه طولت معانا شويه، فمش عارف، فاعتقد ان احنا ممكن نكون بننهي الحلقه كده يا جماعه. ومعلش هسيبكم على كليف هانجر للحلقه الجايه عشان نعرف ايه اللي هيكون بيحصل في ايه في السفينه دي. السفينه دي واضح انها كبيره جدا ومش هنعرف تكون بتخلصها كلها في حلقه واحده، فالسفينه دي محتاجه استكشاف كتير، يعني في حاجات كتير محتاج نفتحها في ايه في السفينه دي. فطبعا في بكده اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، اتمنى اشوفكم الفيديو الجاي. يلا باي باي.